هاي درنا خمسة. هاي مولى نناشد سيد رئيس الجمهورية وزير الفلاحة والجماعات المحلية ومن الوالي حتى للرئيس الجمهورية ووزير الفلاحة. رانا قبلنا وراه عام تاع جفاف ما قدرناش. نخالة برك اللي يهضر على نخالة، نخالة راها دير 500000 470 500 والله ما تديها تحت تصور. اقرا نطبقوا علينا القانون تاع الضريبة. احنا ما نش مقبلين القانون كان جا من الشاو قاعد يطبق على الناس. رانا قاع جزائريين وقاع عالم نواه. هي عندنا اشتغال بالنسبة للنادى الشعير. احنا رانا مجموعة من الموالين، مجموعة فقط راها الموالة الحقيقية مازال ما جاتش. قضية الضريبة على 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 عدة الشعير، احنا هذرنا ماناش قابلين. احنا كان الشعير في الوقت السابق كان يدير 150000 وزادونا 100000 وما قالولناش حكاية الضريبة. تقبلنا الفكرة بكل 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 صدر رحيم. اما الان قال لك راه فيها ضريبه وفي رقم الزبائن الوطني هذايا وندخلكم في ضريبه. حنايا حنا هذه المؤسسه اصلا حنا هذه المهنه راها اصلا في الحضيض وراها ورانا حنا نتعابى فيها، راها خاسرين في رافير. رانا شادين هذه المهنه شادينها في ثلاث حوايج. واحد شادها حشمه من يعمو به يترك هذه المهنه، وواحد شادها حب في هذه المهنه، وواحد شادها الله قال ما يعرف حتى شيء، ما يعرف والو. سلكنا على هذا الاساس تاع 255 وكي تعود تدير كاش مشروع ولا حاجه اجمع عليه اللي يعرفوا القانون تاع الضريبه ويعرفوا قانون المهنه اللي رانا فيها. المطلوب ما كانش ضريبه، ما عندناش احنا الموال ما يديرونا ضريبه. احنا ما عندنا ضريبه ما يديرونا ضريبه. احنا مشروعنا راه خاسر اصلا. راه خلصوا لي الى حد يزيد في الشعير هذا يزيد فيك ما زاد يزيد عاش ما يجيش من الكحاله.